استثناء او ان احنا يعني في حاجه لاحد المشكلات اللي بنواجهها بشكل مباشر في وزاره الشباب والرياضه، الا وهي قضيه الالحاد، وهي من القضايا المهمه جدا واللي شفنا فخامه الرئيس هيتكلم عنها في احد الملتقيات بالاهتمام الاحصائي، لان الشاب المصري اتلخبط وده بنسميه صراع نفسي ما بين الحق والخير، ويعني احيانا بيشوف قدامه ان الباطل وهو عكس الحق هو اللي بينتشر وهو اللي موجود، لكن احنا بنقول دايما لا، ده مش المقياس. عمر الباطل مكان حق، واحنا دايما عند الحق، وده دورنا ان احنا نوعي، دور المجتمع نوعي ونعرف ونعمل تنشئه متكامله، وده دوركم معانا علشان نمسك موضوع ونقف نواجهه بنفسنا، لكن من خلال الشباب المصري. الجزء الثاني انا ومعالي الوزير يعني قاعدين الحقيقه، هل في الكيانات الشبابيه الموهبه دي؟ يعني واحنا قاعدين اعتقدنا انا وسياده ان دول فنانين محترفين جدا، وانا لاحظت كده على الماشي الشاب اللي موجود اللي هو بيمثل الالحاد، انت كرهتنا فيك، يعني انت ممثل كويس بس اعتقد انك انت المخرج. اثنين الشباب اللي موجودين هنمثل كلكم كويسين جدا جامدين جدا الحقيقه، لكن في درجه من الاتقان عظيمه جدا، وازاي الفكره بالنظر ليها بعمق شويه، ان احنا مش هنوصل الفكره للمجتمع بالكلام، هنوصلها باساليب كتيره جدا، لكن دوركم ان شاء الله في مراكز الشباب تروحوا وتتكلموا وتدوا محاضرات وتعرفوا وتدرسوا وتجيبوا معاكم مؤسسات مختلفه من الازهر الشريف ومن الكنيسه المصريه علشان نتكلم عن مشاكلنا، سواء الالحاد، الانتحار، قضايا متنوعه احنا لازم نعرفها كويس عشان لما نعرفها نعرف نتكلم فيها ونعرف نحلها حتى مواجهتنا للتحديات الخارجيه واللي بيحصل